الغبطة والسعادة تستقبل بها مدينة شفا عمر شهر رمضان المبارك، فكاميرا مساواة تجولت في المدينة وجاءت إليكم بهذا التقرير. أول شيء أهلا وسهلا فيك، يعني فرصة سعيدة أنه نقدم التهاني والتبريكات للأمة العربية والإسلامية ولأهلنا في شفا عمر، خاصة طبعا بحلول شهر رمضان. أهلا وسهلا بالجميع. الحمد لله، يعني الحركة التجارية بتعرفي برمضان مش أحسن شيء، بس خلال النهار طبعا الحمد لله بنشهد إقبال على الحركة، يعني بعد العصر على الحلويات رمضان خاصة، يعني احنا الحمد لله متميزين بهذا الشيء. رمضان يعني شهر مميز بيجيب معه الخيرات تبعته، في عندنا قطايف زلابية، في عندنا كمان نعمل وجبات أكل دجاج مشوي بصل محمر، شغلات اللي هي يعني بتتخصص بس برمضان، فهمت علي؟ يعني هيك رمضان شهر كريم بيجيب معه الكرم كلياته. أشواق رمضان يعني بصراحة هاي السنة كل سنة يعني بنعمل احنا مفوت شغلات مميزة، منضيف حلويات رمضانية على نعمل شغلات مميزة من قطايف عوام وهي شغلات. بصراحة أجواء ممتازة كتير حلوة. الحركة بتكون قبل ساعات الفطور، الناس بتكون يعني بتحضر حالها قبل الفطور، يكون صفرة هيك مليئة بالحلويات والأشياء الباردة واللي بتعرفي كيف. طبعا الحلويات الرمضانية هاي أكتر إشي، القطايف العوامة شغلات هيك هاي الأكتر إشي. بنحكي لهم كل عام والجميع بألف خير ورمضان كريم، وبنحكي لهم كمان فصح مجيد لإخواننا، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم وشهر مبارك. رمضان بشكل عام بتجنن، روعة الحمد لله، يعني اجى علينا الشهر الفضيل بالخير والبركات وكلنا مناح الحمد لله، وكأم كمان الحمد لله كل شيء منيح، قايمين بواجبنا، بنحط فطورنا بالوقت، الحمد لله كل شيء تمام. احلى شيء برمضان بالذات لأم انه اشوف لمة العيلة، ولادي حوالي مع جوزي، اهلي، اخوتي، كل محبينا، يعني كل حدا من العيلة منيح صحته منيح الحمد لله معنا، هاي أحلى إشي. للجميع إن شاء الله رمضان مبارك ويجي يعني العيد علينا بالخير والبركات. اليوم إحنا تقريبا نهاية يعني آخر 20 يوم، فإن شاء الله يكملوا الباقي بخير وسلامة وسلام أهم إشي، وإن شاء الله نستقبل العيد بالفرحة وهدات البال. رمضان كريم، كل عام بخير. رمضان له طقوس خاصة، في له أجواء معينة، فالحمد لله أجواء كتير إيجابية وحلوة، ومنلاقي إقبال كتير كبير الحمد لله بالذات بشهر رمضان. قبل كل إشي القطايف، قطايف بجوز بجبنة بقشطة، في عندك اليوناني بقشطة، شغلات بجبنة، في شغلات منوعة، يعني في إقبال على كل شيء، بس أكتر إشي بالذات القطايف، لأنه شهر رمضان مفهوم ضمن أنه بيكون فيه كتير قطايف وهيك. فأحلى إشي صراحة الناس هيك من كل المحلات تيجي، في ناس تيجي محلات بعيدة هون عنا على المحروم، ونحن نضل فاتحين لساعات متأخرة، عنا شغلات كتير طيبة ومميزة بالذات بهالشهر، فلما ناس تيجيك من برا هيك بتصير تعرفيها، حتى أنت كصبية بتشتغلي هون يعني بتصير تعرفيها ناس تيجي من برا، إشي كتير حلو، فهيك تحس إشي بفرفح، يعني تيجي ناس من بعيد خصوصي عنا هون على المحروم. بنقول لهم كل عام بخير ورمضان مبارك إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت. في الواقع جمهورنا خلال شهر رمضان متعطش أن يخرج من البيت بعد الإفطار بعد صلاة التراويح
وهذه مناسبة أن يلتقي الجميع معا، العائلات الأطفال، في أمسيات تحت شعار الثقافة، المحبة، المودة بين الناس، تجمع بين الناس، تبعدهم عن ظواهر العنف، وهذا أجمل إطار نلتقي فيه معا من خلال هذا الشهر الفضيل. كثير حبيت لأنه هيك في فكرة بالموضوع، أنه هيك الأنانية، وحبيت كيف هيك بشاركوا مع بعض الأهالي، وهيك بشاركوا كمان جوائز، وهيك يعني حاولوا يتواصلوا معنا. هاي صدقيني أحلى وسيلة، هاي أول إشي حضرية وعلمية وبتقرب الناس لبعض. شوفي هنا ابن الجار مع جاره، صاحبه مع صاحبه، كل إنسان مع صديقه مع مرته. هاي حلوة، محبة، ربنا قال محبة، حياة كلها محبة، مبنية على المحبة، على التسامح، أحسن من ضرب الشوارع. من شايف العنف مستشري بكل البلاد، وأنا قلبيا بدعي من قلبي صدقيني لكل الطوائف إنه تعيش بمحبة. مش قصده تقولوش بحكيلوش، لا يوم يخرب بيتك العمل. هي جاي من القصص القديمة اللي كنا نحضرها بسنوات التسعين، اللي علقت في أذهاننا آنذاك، اللي هي من قصص ألف ليلة وليلة. الموسيقى اللي موجودة، نوع اللباس اللي موجود بهذا العمل، كل شيء اندرس طبعا مع الوقت. العمل ما إجا بين يوم وليلة، إجا بعد كتير أفكار طورناه. كان في عنا أقمشة اللي هي كتير فيها إيحاء للماضي والقديم والأشياء اللي إحنا تربينا عليها وعشنا فيها. طبعاً أحداث المسرحية جداً جميلة، اللي هي بتحاكي الطفل وبتحاكي، خلينا أقول، بتحاكي الواقع اللي إحنا عايشينه. شعوري كان كتير حلو، إنه كمان كيف هيك دمجوا إنه الأولاد الصغار يلعبوا مع يعني دمجوا الأولاد الصغار بالمسرحية، سووا أشياء هيك كتير ترفيهية وحلوة. المسرحية كانت كتير حلوة، الممثلين كانوا مناح، هيك كانوا مبين إنهم ممثلين مناح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة رمضانية جديدة. نحتفل اليوم في يوم اليتيم العربي، حيث يقيم معهد الأمل للأيتام إفطارا جمعيا لأكثر من 2000 يتيم، وذلك لرسم الابتسامة على وجوههم. وسنكون معكم في هذه الجولة لنتعرف على هذه الأجواء. تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مختلفة يكون معها جمعية معهد الأمل للأيتام من أجل الاحتفال بيوم اليتيم العربي. تأتي هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. انتهزنا هذه الفرصة بأن يكون الحفل اليوم هو حفل إفطار بالإضافة إلى حفل ترفيه لأطفالنا الأيتام.
عقبال العبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم أرضى مولاه بما التزم أبالي النفس بتقوى رمضان زمان الأفراح رمضان طهور. والله جاية اليوم فينا احتفال للأيتام، فاجينا اليوم عشان نقضي اليوم فطور جماعي مع الايتام وامهاتهم جميعا. فاليوم احنا الحمد لله مبسوطين كثير، والاطفال مبسوطين كثير، وزع عليهم هدايا ومهرجين، واجواء كثير فعاليه وحلوه كثير. اجواء رمضان حلوه كثير، واحنا بنحب الفوانيس، واحنا بنحب الاجواء الحلوه، دائما انا بحضر الاشياء الحلوه لرمضان. احنا جايين بس اليوم في يوم اليتيم، يوم اليتيم العالمي مع معهد الامل، جايين بس مع الاطفال، وجايين يعني نقضي يوم رائع مع معهد الامل في يوم الكريم. الاجواء حلوه، اجواء دينيه بشهر رمضان، ووزع على الاطفال اول ما دخلوا هدايا وفرحوهم، واحنا مبسوطين في الاجواء هذه. رمضان زمان الافراح، رمضان طهور الارواح، رمضان زمان الافراح، رمضان طهور الارواح، رمضان زمان الافراح، رمضان طهور الارواح، رمضان منار الاسلام، ان شاء الله ان شاء الله يا رب السنه الجايه ان شاء الله بنكون ان شاء الله الاحتفال بالقدس بعاصمه فلسطين ان شاء الله تكون محرره ان شاء الله، وينعاد علينا وعلى الام العربيه كلها ان شاء الله بخير ان شاء الله. رمضان الجاي ان شاء الله نلتقي بالاقصى ان شاء الله باذن الله. رسالتنا في هذا الحفل هي رساله ان اطفال فلسطين مثل باقي اطفال العالم لهم الحق في اللعب، لهم الحق في الحريه، لهم الحق في السفر، لهم الحق ان يكون لهم مساحه من اللعب آمنة. هذا الأمن الذي للأسف يعيش فيه العالم أجمع وأطفال فلسطين محرومين منه. في هذا الحفل نأمل من خلاله رسم البسمة على شفاه الأيتام، وأيضا التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة اللي يعاني فيها قطاع غزة. أشهد أن لا إله إلا الله.